صحية طيبة، وصفات لأطباق رئيسية، مقبلات وحلويات. شهية طيبة مع السيدة هدى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نقولكم نهاركم مبروك وسعيد، عيد مبارك يا ربي. إن شاء الله نتمنى فوتوا عيد شباب، عيد مليح مع العائلة، تفكرتوا رحتوا زرتوا العائلة الكريمة. نقولكم يا ربي نعد عليكم وعلينا بالفرحة إن شاء الله، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. يرافقني تقنيا ياسين. صباح الخير ياسين. دائما لكل من يود التواصل مع السيدة هدى مباشرة من إذاعة سعيدة الجهوية، أرقامنا الهاتفية 0848 41 17 18. سيدوك هذوك الأرقام راكم حافظينهم، أو عبر لاباج فيسبوك هدى كويزين، ولا لو جروب اللي راه تحت تشرف بنيتي فاطمة الزهراء طيموش. ألوغ الطبخ السعيدي مع السيدة هدى. ونقول لكم بلي رانا دايرين اللايف في لاباج، لكل ما اللي عنده كاش سؤال كاش حاجة راه باغي يسقسيني عليها، فاطمة الزهراء راها مستعدة تكتب لي لي كيستيون وأنا نواجب بكل فرح وسرور. بيان سور كنا في العيد الاضحى، راكم كاع البيوت راه عندهم اللحم، راه عندنا التزلف، راه عندنا العصبه. نتمنى ان شاء الله اليوم انتوما اليوم شويه حصه شويه مختلفه، انتوما اللي غادي تعيطوا لي وتقولوا لي شادرتوا. بيان سور شادرتوا في العيد، شادرتوا شطيبتوا، اسكدتوا العصبه، شادرتوا بالدواره، شادرتوا بالبوزلوف، كي درتوا له الطريقه اللي انتوما راكم طيبتوا بها اللحم تاني كي درتوا له. كيف دير اليوم انتوما راه عندكم الشرف بانتوما غادي تعطوني كيفيه تواحكم. اول اتصال اليوم، الخطوط راها مفتوحه. اول اتصال هاتفي. الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير، صح عيدك. كي عيطتي؟ يسلمك صح عيدك، كاينتي كل عام وانت بخير. يسلمك ربي يخليك. كي عيطتي حبيبه؟ لاباس الحمد لله. عيطتي غايه من الربحيه. كراكي فاتحه صافا ميما؟ لاباس الحمد لله. كل عام وانت بخير. يسلمك ربي يخليك وبنياتك. شكرا، وخاصه خاصه على التقادر. شكرا حبيبتي. شكرا. يسلمك ربي يخليك. غير صحه عيدك وكل عام وانت بخير، ونبغوك بزاف سيده هدى. انا تانيك نبغيكم بزاف بزاف بصح. قدام ما تروحي قولي لي انت اش درتي نهار العيد تاع الشا، وجدتي شا طيبتي؟ انا درت كلش. الله يبارك. الله يبارك. شا درتي؟ درتي ال قالي لي نزم للعيد، درته درت كاطو. أيام من بعد راك عارفه الذبيحه، بناتي وبناتي واحده عطيتها بوزلوف، وانا خدمت الدواره وخدمت العصفار كما قلتي لنا. كي جاك يا درا؟ كي جاك؟ جاني شباب ما شاء الله، الله يحفظك. كان كان وقت كان استدغني شويه، قالوا لي باسكو تعرفي جي بوكو دو غومارك في لاباج تاعي، قالوا لي مدام هدى العصبه ما يجيش فيه البيض. قلت لهم سيو ما نجموش نقولوا حاجه مش مليحه ولا. الله يعطيك الصحه خاليه. درتي فيه الحمص كما قلت؟ درتي فيه الحمص؟ ايا وشوينا لي بروسيت عملنا الحمد لله يا ربي. صح صح باللحم صح في اللحم. بون دوك هنا على الدوار وبزلوف، انت هنا دوك في اللحم شادرتي؟ شادرتي كومبلا اللحم؟ درت التكشوكه، حنا نديرو التكشوكه على الاول. صح با ما درتيش محمر ولا؟ نقطع طرفات ونحمره. صح حمره في الكوكوت. داكوغ، ما درتيش الشيت على الكوكوت ولا المحمر ولا ما درتيش؟ لا 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 درت غير هذا اللحم هكا موصيط موصيط. ايوا الو غادي نعطي واحد الكيفيه شابه باللحم ان شاء الله، غادي تسيها ولا النهار الاحد ان شاء الله تعيطي لي وتقولي لي كي جاتك ان شاء الله. الله يا ربي. شكرا حبيبتي. شكرا حبيبتي، يسلمك ربي يخليك. انتما تانيك ربي يخليكم ان شاء الله ليا، وشكرا على ذاك الحب تاعكم. شكرا جزيلا، نهارك مبارك وسعيد ومع السلامه. هناك اتصال ياسين؟ ما كاش اتصال، دائما ارقامنا الهاتفيه. اليوم عندكم خطوط مفتوحه، اليوم عيطوا لي سقسوني انا تاني غادي نسقسيكم. دائما ارقامنا الهاتفيه 0848 41 17 17 0848 41 18 18. ونعاود نقول لي فان تاعي راني على المباشر في لايف في لاباج تاعي الطبخ السعيدي مع السيده هدى.
وما ننساش راه معايا اشاك فوا كندير لايف عرفوا بلي فاطمه الزهراء راها معايا. فاطمه الزهراء وبيان سور نتمنى ان غادي تتكلم معايا. نقول لك صباح الخير فاطمه الزهراء، صحه عيدك، كل عام وانت بخير ان شاء الله، تعيدي وتعاودي ان شاء الله. انت والعائله تاعك يسلمك. تعطاتي ثاني صحه عيدك وصباح الخير، وصباح الخير ثاني الجروب تاعنا الصغير اللي راه هو انا وماما في بصح وما راهم صغارين ما مشي يتفاعلوا غايه ما مشي يتفاعلوا زعفانه منهم نقول لهم عيدكم مبروك. يا فاطمة الزهراء درتي العصبان؟ درت العصبان وجبت العصبان تاعك وعجبني تاعك خير من تاعي، عجبني اللي رسلتي لي جا علامة شباب كليته وحدي. وسيت البارح الشي تاع كوكوطا جا شباب، جاك شباب جا علامة خير خير. غادي نعطيكم نوع واحد اخر نتاع الشي هذاك ما فيهش كاع الماء، ونتمنى ان شاء الله السيدات غادي يسيو لي هذا الشي ثاني غادي يجي واحد الطعم ثاني غادي يجي شباب. اون فوا كو غادي صدقوني خواتاتي، اون فوا فاطمة الزهراء كو غادي تسيو هذاك الشي، ميم هذاك الشي اللي نديروه تاع برا انا باسكو درته وتفحته في الكوشه ما جانيش فيه واحد الطعم، انا والف توجور نتاع ندير نتاع لا كوكوط. نعطيكم واحد لا غوسيت ان شاء الله شابه توجور نتاع الشي بطريقه ماشي كيما مديتها الخميس اللي فات. غادي نعطيكم نوع واحد اخر نتاع الشي، نتمنى ان شاء الله كامل تسيوه وان شاء الله يعجبكم. الوغ باش نصنعوا هذاك الشيء ستادير بطريقه مختلفه. بون عندنا بيان سور دي مورسو تاع اللحم، لي مورسو تاع اللحم باه يطيبوا لك يفوا با فير دو غرون مورسو، فوا با ما ديريش باسكو تو ديبون على العياده تاعكم. كاين اللي خرجت لها الشيه فيها مشحمه، كاين اللي خرجت لها ستادير اللحم تاعها شويه ما يطيبش فيه الساع، سا فا بخوندغ دو تون. ستادير انت كي غادي ديري هذاك الشيء في لا كوكوط ستادير هذوك لي مورسو صغريهم شويه ما ديرهمش دو غرون مورسو داكور. الوغ عندنا بون دي مورسو تاع اللحم عادي، ستادير يفو سورتو ايفيتي ما ديريش بزاف لي فيهم هذاك العظام، ستادير ديري الهبره باه يجيك شباب الله الله. عندنا بون مغرفه كبيره نتاع الدهان، مغرفه كبيره نتاع الدهان. بون انا كي نقول لك الدهان بيان سور سي دو لا مارغارين، بون الا عندك الدهان زبده زبده اللهم بارك، ما عندكش معليش جوست افيك لا مارغارين وغادي نخدموا هذا الشيء. عندنا الملح، عندنا الفلفل الكحل، وعندنا القصبر نتاع البودره، راهي نتباع القصبر تاع اون بودر مطحون راهي نتباع. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي نحكمو لا كوكوط تاعنا، لا كوكوط تاعنا غادي نحكموها، نحكمو شويه نتاع الدهان، وكي شغل غادي ندهنو هذيك لا كوكوط تاعنا ماشي لي باغوا ماشي لي جناب، غادي نديرو في لو فون تاع لا كوكوط، غادي نحكمو شويه تاع الدهان وكي شغل نمسح كامل هذيك لا كوكوط تاعنا. من بعد شنو غادي ندير؟ قلت لك انا ان تي مورسو غادي تدهني لي به لا كوكوط، دروك غادي يقعد لك تانيك الدهان. الوغ هذاك الدهان شنو غادي ديري فيه؟ غادي ديري معاه الملح، وغادي نديرو الفلفل الكحل، وغادي نديرو القصبر تاع المطحون، راهي نتباع عادي الحمص عفوا القصبر المطحون، وغادي نخلطو داك الدهان به. نعاود لكم، مغصون تاع الدهان، شويه تاع الملح، الملح عادي، شويه تاع الفلفل الكحل، والقصبر المطحون. هذيك غادي تحكمي داك الدهان وتقعدي كشغل تخلطي مليح. من بعد شنو غادي نديرو؟ اون فا بخوند هذوك لي مغصو تاعنا تاع اللحم، وغادي كشغل ندهنوهم بهذيك الدهان اللي راه فيه التوابل. ندهنو مليح هذوك لي مغصون تاع الدهان تاعنا. الوغ ونديروهم في لا كوكوط تاعنا، سادا نديرو مغصو حدا خو. من بعد غادي نبلع ديك لا كوكوط تاعي، نبلعها نديرها وندير الصفاره تاعي لو سيفلي اللي قنديره ونبلعها مليح ونديرو لي سيفلي تاعنا، ومن بعد نديروها فوق الغاز وكي شغل نديروها كاع بالدرجه تاعنا نكتلو كاع داك الغاز كي شغل كاع نديرو له كاع فمور، ونخلوها غايب البسياس الطيب. ستادير انتيا دوكا كي عرفتي اللحم تاعك هذا نورمالمون عنده ساعه راه طايب، ساعه حتى لساعه وربع، ستادير انتيا والنوعيه نتاع اللحم كيفاه جاتك في العياده تاعك. تولي ساعه ساعه مادام هو فوق الغاز، وانا نحكم غير دوك اليدين نتاع لا كوكوط، وكي شغل نقعد هكا نهز في داك اللحم بلا ما نحل هذيك لا كوكوط، غير كيما هكا نقعد نهز في هذاك اللحم تاعنا، و او بو دو اون اور
استدير من ساعه غير ربع نبدا نفقد في هذاك في هذاك في هذاك اللحم تاعنا. وهو دروك تشوفي غادي يطلق هذاك السوائل وغادي وكي غادي ديريه بتي فو كي شغل لا فابور غادي تقعد غير تماك في بلاصتها غادي تقعد الدور تماك غادي يطيب غير في هذاك اليدام تاعه وهذيك لا فابور تاعو غادي يجيك واحد واحد اللحم ما شاء الله. انت يا استدير بوغ اكومباني باسكو نو بي با توجور مونجي كو دو لا فياند بيان سور استدير ما تاكلوش كل يوم اللحم في هذو اليامات استدير اون بو اكومباني بهذا لو بلا اون بو اكومباني دي ليغوم. راه كاين الموسم تاع اللوبيا الخضراء تغليها استادير وديريها سوتي في شويه نتاع في شويه نتاع الثوم وشويه نتاع المعدنوس وشويه نتاع الملح وديريها في هذاك في هذوك لو جو نتاع اللحم اللي كان في لا كوكوت. انت غادي تفوريها من بعد كي غادي طيب كومبليتوم غادي نديروها في هذاك ليدام نتاع اللحم اي اون ا اون ا لو بور اكومباني لا فيوند تاعنا. اون بو اوسي اكومباني بون مو جيفيتو ماكسيموم لي فريت باسكو تالمو كليتهم هذه لا سيمين ساي بلو دو فريت بوندون موان 10 جور ستادير غلو هذيك لي بوم دو تيغ دوك الصغار هذوك لي جو سوتي تانيك وتنجمي تانيك ديريهم تغليهم تنقيهم وتانيك ديرهم في هذاك لو جو وين طاب هذاك اللحم. تنجمي تانيك حنا ماناش متعودين تانيك نجمو تانيك نديرو زروديه نجمو نديرو لي كورجيت ستادير اون بو اون فا اكومباني افيك افيك هذيك لا فيوند ولا تو سامبلومون شويه نتاع الروز يجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله هذه الكافيه غادي تسيوها وتنال اعجابكم. هناك اتصال اخر. الو صباح الخير. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. سلام صحة عيدك. يسلمك. كي عيدتي؟ الله يسلمك بارك الله فيك. يسلمك. شكري معايا. اخت مسعيدة ساي ما نقولوش شكون. اخت مسعيدة ساي بدون حرج. اول مرة راني نتكلم ثاني شوية يا ربي ان شاء الله ما تكونش اخر مرة. ان شاء الله. كي عيطتي؟ يا ربي. كي عيطتي؟ ليستاسيون بغيت نخبرك بلي سييت الوصفة تاعك تاع الشي تاع كوكو. واه هذاك شي ولا محمر تاع فنجال فنجال صغير نو هذاك الشي. ايه هذاك الشي. باسكو درتي المحمر ولا ما ديتيش كاع المحمر في دار في دار العيد؟ نو درتي تفاجئني كيف كي شي زعما لا 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 نو باسكو كي ديري المحمر المحمر غادي تجي فيه اون صوص الشي ما غاديش يجي فيه كامل لا صوص فهمتيني باسكو ما راه فيه ني ماني والو. الشي كي غادي ديريه في لا كوكوت ياك غادي ديري جوست كاس تاع تاع كافي نوار نتاع الماء بون وكي غادي ديري وهذاك اش ديري بصح كي غادي ديري محمر غادي ديري الماء تاعك وغادي ديري التوابل وغادي ديري البصل ياك يا يعني ديفيرونس فهمتيني غادي تغسل المحمر نكثر الماء على الشي في الشي ما غاديش كاع نديرو ما غاديش كاع نديرو الماء غادي نديرو جوست هذيك شويه كي شغل انا جوست درت هذاك الفنجان تاع الماء اللي قلتي لا ماء وجاتني صوص معاه مليحه شابه وكاع اي بصح في لا بصح في لا الوغ اللحم تاعك صاير الوغ اللحم تاعك بالك فيه شويه ليدام جايك فوالا اي تري بيان باسكو نفس لو ميم كا بصح كي غادي ديري شوفي دروك على السريع دروك نعطيك المحمر غادي تسيي المحمر كي الطريقه كيما غادي نقول لك عليه دروك ونهار الاحد ان شاء الله تعيطي لي جو في جوست باه تبان لك لا ديفيرونس بين الشي وبين المحمر بنتي داكوغ ان شاء الله شدتي بالدوارة صح ودرت العصبان تاعك كي جاك يعطيك الصحة هذاك اللي بغيتكم باسكو تعرفي شا جاوني واحد لي غومارك ما تأمنيش راسك على العصبان مادام هدى حنا شا هي سيدة هدى بقات لي واحد لي بول هكا درتهم كونجيلاتور من بعد كي خرجهم كيفاش نحمرهم ولا كيفاش ندير لهم شتا هما العصبان؟ العصبان وكي تخرجي نورمال طيبيه عادي اوكي داكوغ طيبيه عادي استادير كان في الكونجيلاتور ولا ما كانش مشكله استادير كيما نقولوا حنايا تنصبيه نورمال داكوغ شكرا شكرا تبارك الله فيك يسلمك صح انا يسلمك يسلمك حبيبتي اليوم قلت لكم انا غادي نسقسيكم انتم غادي تواجبوني في صح قولي لي في الراس تاع البوزلوف كي درتي له كيفاش البوزلوف كيش كي طيبتيه ايه البوزلوف فورته تري بيان فورتيه اسكو الطريقه اللي عطيتها انا ولا الطريقه تاعك الخاصه انا على حسب ما قالوا لي درت فيها دوك لي ساشي تاع الدجاج هذوك تري بيان وهو استادي فوالا واستادي هو استادي جوست البوزلوف كي ديري فيه لي ساشي اي فا بروندر ان بو بلوس دو طون باه يطيب هذا مكان استادي عندك من 2 اور حتى 3 اور وغير يطيب نيشان
نقول لك عيدك مبارك وسعيد، وسمعيني ان شاء الله غادي نعطي المحمر ان شاء الله وغادي تسيه. يسلمك حبيبتي، نقول لك يا ربي نعد عليك كل عام انت والعائله تاعك بالخير ان شاء الله. شكرا صحيح. شكرا حبيبتي، مع السلامه. اتصال اخر. الو صباح الخير. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير. كراكي صحة عيدك. لاباس عندكم مبروك. عيدكم مبروك. كي عيدتو؟ عيدو تعاودو الحمد لله. لاباس ميما كراكي دايرة عيدتو بخير؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبتي. تخي بيان ميرسي وانت يا سافا. الحمد لله. الحمد لله ميما. تفضلي. وسيدة معك أم وحيد. كراكي أم وحيد. الحمد لله. أيا قولي لي شادتي شا ما درتيش الحاجة اللي درتيها اللي جاتك اللي ما جاتكش أيا اليوم نتوما تهضروا. قلت بزلوك سعدت الساهمة سعدت الساهمة. تاع بكري قولي لنا جوستو انا نبغي صلاح تاع بكري. قولي لي كي وجدتي تاع بكري؟ خليته صيفته مخصوص بعد كاين مريم دخلت فوق وصايك هذاك بكريت تري بيان. هذه ثاني هذه ثاني الطريقه. هنايا غير بغيت نقول بلي هنا استاذ بوليام يسمعونا اندور على ولايه سعيده. هنايا راك عارفه بنتي ولا مدام استاذ كاين هنا في سعيده اللي يديروه يديروا بوزلوف يديروه بالشيشه. هذه هي العاده تاع ولايه سعيده. فوالا كنعين اللي ندوع لهم المصران ونطيبو. تري بيان. هذه تانيك اللي قلنا نقولوها به. فوالا تري بيان. الوغ انت حتى الطريقه تاعك تانيك عجبتني. ها انا نبغي صباح بكري عيد هدى. نعم انا نبغي صباح بكري. انا تانيك صدقيني انا تانيك نبغي صباح بكري توجور. شوفي توجور تاع بكري ونزيد توجور ديك اللمسه تاعي باسكو ما كاينش كصالح بكري ما كاينش. وشتي هذا العيد انا بعدك هذا العيد راني شويه صامت ماشي كيما كيما لي زوتر زاني ستادير عيدنا جوست باه نعيدو سيتو با بلوس. فوالا الدوارة كلشي كي درتي لها؟ شا درتي؟ درتي عصبان درتي بكبوكا كي درتي لها؟ درت بكبوكا مع عصبان راني عاد باغي نسقسيك راني مش جاته بصح سيده ودا بغيت نفوره اسكو شا تفوري؟ العصبان كاع العصبان كومبلي تفوريها؟ طيب ما نديره وما نديرهش بغيت كي نديرها نفوره صح غير تفوريه بون استاذ الدوار تاعك الي توندغ استاذ دوك لا صايي جيت كل شيء لا لا استاذ الدوار تاعك اسكو اللحم تاعك طري استاذ يطيب في ساعه مليحه تري بيان. الوغ سو كي فو دير باه تفوريها كي غادي ديري لها غادي ديريها في البابي فيلم لو بابي فيلم ومن بعد ديريها لي في 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 البابي الومنيوم. اسكو عندك اون كوكوت اون كوكوت اللي فيها داك الكسكس تاع بكري نوعدوني لوغي تاع بكري وار عندي بصح ما ولاش يصور علاه عندي الكسكس تاع بكري وعلاه مانيش عارف. الوغ شوفي بون ستادير كي دير هكا في لا كوكوت سافا تو بخوندغ اون فادير تخوا كار دوغ تال اون اوغ. الا ما عندكش ديري في الكسكس ستادير عندك ساعه ونص حتى لزوج سوايع وساعه لا. ساعه تفقديه هذا ما كان وتقلبه تقلبيه تخي بيان شكرا. ومن بعد تحمريه في الكوشه باه بغيت نفوره سيدي تفوري بصح من بعد تحمري شي في الكوشه تاكو باه يعطي هذاك لا دوغور بيان سور. ايوا باللحم شنو خدمتي؟ ام وحيد شنو خدمتي باللحم؟ خدمت بالنا الشيء واه ولات المحمر الحمد لله والبروشات. ايوا بصحتكم بصحتكم. نقول لك شكرا حبيبتي. نقول لك كل عام ان شاء الله تعيدي وتعاودي انت والعائله تاعك. وعرفتيني ما عرفتكش الا انا كريمه ام وحيد. شوفي الا تعرفيني هنا غادي يعرفوها المستمعين انا ما نحسش على الاسامي بزاف عندي ان بروبليم. كريمه ام وحيد سالي جبودية يا صاي كريمه صاي صاي كريمه صاي لاباس عيطي غايه كريمه هذا الحمد لله لي زوج الخير. عندي توجور ان بروبليم افيك لي برينو جو روكوني با بوكو لي جون الله يجعل تسمحي لي كريمه اختي. الحمد لله تعيدي تعاودي يسلمك حبيبتي يسلمك ميما ربي يخلي كريمه وسمحي لي. كي قلتي لي ام واحد شويه غيبتيها لي شكرا حبيبتي. اتصال اخر. الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير كراكي صحه عيدك. يسلمك صحه عيدك. عيدتي لاباس؟ لاباس حبيبي الحمد لله الحمد لله. بغيت نقول لك الله يعطيك الصحه على العصبان. انا درت العصبان تاع الحمص تاعك ودرت العصبان تاعنا نورمال عادي. اي مزيه ما شوفي ما غيضتيني ما غيضتي روحك. ايه العصبان تاع الحمص تاعك ما شاء الله جا روعه 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 روعه. الحمد لله الحمد لله صدقيني. الله يعطيك صحتك والله يخلي لك وليداتك. امين 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 يا ربي يجعل كل وحده ربي يخلي لها ان شاء الله العائله تاعها. شيا شتاهي الله يخليك. نعم. شوفي انا الخطره اللي فاتت درتي الكحك صح ما سمعتهاش تنجمي تعاودي لي القنفجه ان شاء الله ولا ما كاينش مشكله
ما كاش. شوفي نمشي نهار الخميس الجاي نهار الاحد ان شاء الله نعاودها لك. ايوه مراكيش معايا. بغيت نسقسيك سيدتي الاخت مراكيش معايا في لاباج فيسبوك؟ لا لا صحه. عندك لاباج فيسبوك؟ وا ما كاينش مشكل. الوغ ستادير تو انفوا انفيتاسيون في الطبخ السعيدي مع السيده هدى، كاع الكيفيات راهم مكتوبين ومحطوطين مع لا براتيك، ستادير تشوفي كاع الكح كيف راها. صحيح الله يحفظك. صحيح شكرا. ستادير تو انفوا انفيتاسيون تكون اكسبتيك. صحيح شكرا. ويعيدك مبروك كل عام. يسلمك ويما كل عام وانت بخير ان شاء الله يا ربي. صحة حبيبه. صحيح فاطمه الزهراء ما كانش لي كيستيون في لاباج؟ لا مازال ما كانش، غير واحده قالت محمر قلت لها انا حاطينه. رانا حطيناه معليش غادي تاني كاينه اوكازيون تاني باه نعاودو، جوست باسكو قلت للسيده باه تعرف الاخت اللي اتصلت بيا باه تعرف لا ديفيرونس بين المحمر وبين الشي، باسكو ان كغون ديفيرونس بيناتهم. هل هناك اتصال ياسين؟ الو صباح الخير. صباح الخير. صحة عيدك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا ربي ان شاء الله تعيدي وتعاودي. ام سجود. يعني كل عام وانت بخير. شكرا حبيبتي. شكرا حبيبتي. وقدير والغالي نقول لك كل عام وانت بخير ان شاء الله يا ربي. غالي بزاف دوك الشاتي. غالي دوك غالي غالي. دوك بناتي يزحفوا مني. لا ما تزحفوش مني، تزحفوا فيا، ما تزحفوش مني. الله غالب هو الوحيد تاعي. ها يا اختي. لاباس قلت الله غالب هو الوحيد تاعي. كيفاش؟ قلت لك هو الوحيد تاعي. هي خلاص هذه هي، هذه هي زعما طلعناها شويه من واحد. كون كاين زوج لا. الله من واحد غالي غالي غالي. والله كيف دايره ام سجود؟ كي عيطتي ميما؟ الحمد لله. عيطتي بخير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله ميما. الحمد لله يا ربي. قلت لكم اليوم كي غادي تهضروا غادي كاع نسقسيكم شهادة وش ما درتوش. يا ودي درنا اللي درناه وراه باقي. يا ربي ان شاء الله. الحمد لله يا ربي. دومها ان شاء الله. الحمد لله. بغيت نشكرك على الوصفه تاع شتي واحد المره عطيتنا واحد الكادو تاع الكونفيتير الوصفه تاع الكونفيتير جاي قلت لكم في ان بلاي جي كاري ياك شبه بزاف اون بات كونفيتير ودنا هذيك الحشوه بالكاوكاو خايبه هذاك الكادو ننصح السيدات يديروا الوصفه هذه تاع الكادو شباب بزاف شوفي اللي داقه لي دقه دا الوصفه لا باسكو جاي باسكو لي دقه كاع باسكو نجمو نديرو حاجه بحاجه سهله في مقادير بسيطه وفي الاخير يعطيك الصحه بالكوكب كاع الناس عندهم كوكب كميه صغيره يعطيك الصحه تخيل مع اللي فيه المازر يعطيك الصحه هذاك الشيء اللي خلاه بزاف شباب فوالا داري نديرو الكادو تاع الاخر بصح ماشي هذيك وحدها وحدها اي شيء شوفي دائما نقول لك الحاجه تاعك وحدها وحدها شوفي ام سجود في لي غاتو سي سا ستادير تزيدي اللمسه تاعك الخاصه سا سبو شوفي ام سجود سا سبو نعاود نعطيك ديك الكيفيه نزيد حاجه باسكو انا توجور كي ندير حاجه ما نروحش على باز بان غوسيت من راسي انا توجور كاني في الطبخ تاعي توجور نقول يا على ما نسيج ديك الحاجه على بال على هذا على هذا الشيء زعما الوصفات اللي تقوليهم زعما راني متاكده باللي صادقين صدقيني زعما من شوفي جو نو بو با دوني اون غوسيت طونكو جي لي با ايسيي في داري وستادير بور ديكوراسيون كل شيء ودائما نقول لكم زيدوا انتوما اللمسه تاعكم شنو درتي في درتي العصره شنو درتي قولي لي فاش نهليت؟ باسكو انت بون انتي ماكيش من منطقه تاع وليد سعيده بصح اطباقنا يتشابهوا مع الاطباق تاعكم كيف كيف اختي غير كيف كيف انا شوفي انا درت نهار العيد درت الدواره بواحد الوصفه كنت سمعتها في واحد الاذاعه بزاف شابه يا شابه قطعت الدواره وقطعت ربع حبات بصل مع الدواره والثوم ومغرف السمن وبلعت الكيكوطه وخليتها طابت من بعد تلاصوص وحدها بالطوماط صح داك شوفي جات شابه بزاف تخي بيان انا رفدتها في راسي ايه وكاين وانا البوزلوف ما نطيبهاش الاخر شوفي انا نقطعه ندير له العطور الرابي حبه بصل وحبه طوماطيس وندير القصبر اليابس وندير المطحونه وندير حبه ثاني طوماطيس مرابيه وطوماطيس تاع البواط وندير العطور ندير حرور وكمون باسكو يبغي الكمون ونعصر حبالين ندير شويه هكا زيت
ونطلي كاع داك اللحم تاع الاخر نطليه كاع ونخليه نخليه زوج سوايع ولا ثلاثه باسكو درتها في الليل والصباح الصباح اي شوفي انا نقدبه نديرها في الورق الطهي ومن بعد نلويه في الالومنيوم داكور تري بيان ونديرها في الكيكوطه صحة تري بيان نديرها في الكيكوطه نقص الكيكوطه كاع وندير واحد الكاس تاع ما كاس صغير صغير ماشي صح وتبلع الكيكوطه ودير لها البوش نتاعها صح هي ما تصفرش ديري لها واش ايوا خلاص هذه هي نقص الغاز وخليه يطيب في غدا راه يطيب شوفي والله العظيم بزاف الوغ هذا يجي محمر يجي محمر تري بيان الوغ هذا ايسيي هذا غادي نسيي ان شاء الله لا اللي راه قاعده لهم بزلف غير يسيي شباب بزاف شكرا حبيبتي انا ما ندير لها ما نديرش قلحت هذيك بكري كنت نطيبه ونقلع بعد نقلع لها العظم بعد لا لا هذه خلاص مانيش نديرها واللحم انا تاع الكوتليت شوفي في ندير العطور كاع ندير مغرف خل وندير مغرف حسل صح في الخليط هذا في البصل يابس المطحون مغرف عكري صغيره والحرور ملح ومغرف خل ومغرف حسل نطلي اللحم ونديره ثاني في الكيكوطه ندير الزيت وندير واحد شويه تاع الماء ونديرها في الكيكوطه انا هكا ندير الكوتليت صح تري بيان ثانيك فوالا بيان سور ثانيك بهن جيها اختي وحده دوك نديهاني ديتها الرجلون درك جيها وحده راني ديتها الرجلون صحتك يسلمك صحتك نقول لك كل عام وانت بخير ان شاء الله يا ربي وسلمي على اموني وسلمي كاع ليهم يسلمك حبيبتي يسلمك شكرا حبيبتي نهارك مبارك وسعيد ومع السلامه اتصال اخر الو صباح الخير عبرتك صحتي صباح الخير صحة عيدك عيدتو عيدك مبروك كي عيدتي لاباس كي راكي دايره لاباس الحمد لله وانتي كي عيدتي الحمد لله لاباس ميم الحمد لله يا ربي انا بغي نسقسي غير واحد السؤال وليت نلحم في الجبده مكونجيلاتور ما سمعتش كي تجبدي مكونجيلاتور ماله كي الجبده مكونجيلاتور ونرمي ما يطيبليش بالخف سي بون انت يا استادير ماشي غادي تجبديه منها غادي ديريه باسكو شوفي استادير لا فيوند كي تقعد في الكونجيلاتور استادير حنا نحاولوا ما تقعدش مده طويله بزاف اوما كي تقلعي استادير قلعي اوما لا في في الليل به الصباح طيبيه داكور كاين خطرات بنتي كاين شي خطرات يجيني بس على غفله من نجبده ونرميه بون انا هذه واحد لاستيس انا شفت عزوجتي ديرها وراكي عارفه انا نبغي نرفد من الكبار عزوجتي كي كانت تخرج كي ما نبلغ لها تحياتي نقول لها عيد مبارك سعيد الحاجة كانت تدير معاها جو مسي توجور دوموندي عليها دير هذاك كانت تدير المغرفه تاع اللوح ودير معاه كاس تاع لاتاي تاع بكري الكاس تاع لاتاي ديرها فارغ كي دير هذاك اللحم دير الكاس تاع لاتاي فل مع اللحم ودير مغرفه تاع اللوح انا جو سوي توجور ايتوني نقولها الحاجه مي معلاه راك ديري كيما كتقول لي باه اللحم يجي طري ويجي شباب سورتو الا ديتيه في الكونجيلاتور الله يخليك ربي يخليك ان شاء الله سي بون انا شوف انا كي تكون عندي عزوجتي ما شاء الله الطيب عندها واحد الطيب ما شاء الله توجور كي تكون طيب انا توجور نوقف هي اللي خليني نوقف شو كيوريوز احنا بنتي كريم طيب واحنا كنتو بكري طيب تاع بكري طيب وما شاء الله نعم طيب وبنتي انا ثاني طبيب بغيتي زعما قلت ندير رايك بيان سور اي سي تشوفي كيما هكا وانت حاولي سي تادير توجور اللحم كي تبغي خرجيه لا في باه يدي كونجيلي عليك ويجيك شباب وبنين ان شاء الله وديري العفسه كيما اللي قلت لك عليها الله يحفظك شكرا ميمتي نقول لك كل عام وانت بخير ان شاء الله يسلمك ميمتي يسلمك ربي يخليك هل هناك اتصال ياسين؟ ما كاش اتصال دائما ارقامنا الهاتفيه 048 41 17 17 048 41 18 18 الوغ هنا غادي نعطيهم المحمر جوست به الاخت تعرف لا ديفيرونس بين الشيء والمحمر كما قالت لي الاخت فاطمه الزهري معايا في الاستديو قالت لي الشيء يجي معسل سي فري كو تي تروفي لو مو جوست باسكو فريمون يجي معسل ويجي شباب الوغ المحمر بون بيان سور عندنا الاطراف نتاع اللحم تاعنا قلت تاع الدجاج باسكو الحمد لله في الراس
انا غادنا لي مخصون تاع اللحم تاعنا دائما استادير، حاولي ما تكبريش هذوك لي مخصون تاع اللحم باه يجينا شباب. الو عندنا لي مخصون تاع اللحم، عندنا حبيبه تاع البصل استادير كبيره ولا صغيره انت حسب لي مخصون تاعك تاع اللحم، عندنا السكنجبير عود، القرفه عود، عندنا زوج ولا ثلاثه نتاع الكبابه حب. الو عندنا شويه نتاع زعفران وتانيك سكنجبير تاني كنديروه عود. الا كان اللحم تاعك كان مشحم سيتادير ما ديري فيه والو، ما ديريش فيه كاع لو غرا بون. الا كان مليح سيتادير ما كانش ميدم بزاف ما فيش الشحم بزاف، هنا ديري شويه نتاع الدهان وشويه نتاع الزيت ولا شويه نتاع السمن وشويه نتاع الزيت. بون الا كان فيه الدهان بزاف ما ديري فيه والو. الوغ كيف نخدموا هذاك هذاك المحمر تاعنا؟ بيان سور نحكموا لا كوكوت تاعنا، وهنا كي غادي نطيبوه غادي نطيبوه بارد في بارد، ما غاديش نقليه، بارد في بارد. بون نحكم هذيك لا كوكوت تاعي، ندير فيها لي مورسون تاع اللحم تاعي وندير الماء تاعي داكور، نفوت شويه صادير ما نديش انيفو باسكو تو ديبون على اللحم كي صادير النوعيه تاعو كي دايره. الوغ ندير الماء تاعي، ندير الحبه نتاع البصل تاعي كبيره ولا صغيره سولو لي مورسو كو جيمي، ونديرو التوابل تاعنا، ندير كاع كامل التوابل سوف الملح، الملح غادي نديره في النص تاع الطياب. الوغ في التوابل اش نديرو؟ نديرو السكنجبير عود، القرفه عود، زوج ولا ثلاثه نتاع الكبابه، ونديرو شويه نتاع الزعفران، غير شويه نتاع الزعفران. نبلع لا كوكوت تاعي، تبلعي لا كوكوت تاعك وتخلي هذاك اللحم يطيب لك عادي. الوغ اون فوا كو هذاك اللحم تاعي راه يطيب، انا نروح ندوزن باسكو اون فافير محمر كومبلي. الوغ غادي ندوزن الكفته تاعي. بون تكون عندنا كميه تكون انت طحنتها بيان سور كاين اللحم، نطحنوا هذيك الكفته، نديروا لها البصل، نديروا لها شويه نتاع المعدنوس، شويه نتاع الملح، شويه نتاع الفلفل الكحل، ونديروا لها شويه نتاع الكبابه اون بودغ. تعودوا الصديق اللي ماهوش متعود اللي ماهوش موالف يدير الكبابه مطحونه في الكفته يديرها تعطي واحد الطعم ما شاء الله. بون بون سينو تبغي دير القرفه تبغي دير الكمون. لانغريديون الثالث انتيا كيما انت راكي باغيه، نديروا لها بون الا كنتوا عائله كبيره استادور نزيدوا شويه نتاع لا شابلور، ونديروا شويه مغرفه صغيره نتاع الدهان ولا شويه نتاع الزيت، ونخلط كل شيء مليح. ندير الكويرات تاعي نتاع اللحم تاع لي بولات تاعي. انا هنا اللحم تاعي راه يطيب وحده، ولي بولات غادي نطيبهم وحدهم. الوغ هذوك لي بولات غادي نديرهم في طنجره صغيره، من بعد استادير اوبو دو كي نحس باللي صاي داك اللحم طاب استادير ماشي طاب كومبليتمون راه في النص تاع الطياب تاعه، نحل الكوكوت تاعي، ندير الملح تاعي، ونوخر شويه هذاك لاصوص هذاك وين هذاك لاصوص وراي يطيب اللحم بلا لوش تاعي، غادي نوخر هذيك لاصوص نتاع اللحم وغادي نديرها في هذيك الكفته تاعي، غادي نديرها في هذيك الكفته بالكفته غادي تطيب وحدها. نعاود جو في غوفيرمي هذيك لا كوكوت تاعي ونخلي هذاك اللحم تاعي يكمل طيابه في غرده، وانا هنايا هذيك الاخر تاعي هذاك اللي بولات تاعي راهم يطيبوا في غردهم، اللحم راه يطيب وحده ولي بولات راهم يطيبوا وحدهم. بون من بعد شنو غادي نديرو بوغ اكومباني بيان سور المحمر شنو نديرو؟ نديرو لي شامبينيون. لي شامبينيون كيف نخدموهم؟ باسكو لي شامبينيون اللي قلهم يطيبوا ماشي جوست من لا بواط نفرغوا هذاك الماء ونقلوه ونقولوا صاي واش عليا صاي لي نو، باسكو فو با اوبليي بلي لي شامبينيون راهم في مده معينه في هذوك اللو، وراه فيه لي كونسيرفاتور راه فيه لي برودوي شيميك، سو كي فو دير راه كيما يكونش يكون واحد العام حتى العامين هو في هذاك الماء في هذوك البرودوي. الوغ حنا شنو غادي نديرو؟ غادي صفوا مليح هذوك لي شامبينيون، نشلوهم مليح تحت السباله، لقيت تشلو مليح تحت السباله. من بعد انا اش غادي ندير؟ هذيك الكفته تاعي انا راني طيبتها، يقعد لي شويه واحد لاصوص تاعها كي طيب هذيك الكفته، الوغ نوخروا شويه، الوغ صاي هذيك لي شامبينيون تاعي راهم ملاح، نديرهم في طاجين ولا في بوال مقله صغيره، الوغ نديروا عليها شويه الزبده، شويه نتاع المعدنوس. ونديروا هذاك وين طاب هذيك لاصوص وين طاب فيها الكفته، كي طيب ديك الكفته كي شغل نصفي منها هذيك لاصوص ونديرها في ديك الشامبينيون باه نعطي داك الطعم شباب، باسكو
لا كويزين سي دي غو سي دي زاستوس تادير كاع نعرفو نطيبو بصح كاين وحدين خاصهم هادو لي زاستوس باه سادير باه لو بلا تاعهم يكون كومبلي الوغ انا هنا ش غادي ندير غادي هذيك هذيك لاصوص اللي تبقى لي ديك الميد ما ديك الشابه غادي نديرها في هذاك في هذاك لي شامبينيون تاعنا ولا نزيدو شويه من هذيك لاصوص نتاع نتاع اللحم ونديرها في ديك الشامبينيون نقص كامل هذاك الغاز ونخليك الشغل شويه تكتك شويه يطيب باه من بعد راه عندي اللحم تاعي راه طايب راه عندي الكفته تاعي وراه عندي لي شامبينيون اي بيان سور ابري جو في دريسي مون اسييت ندير لا فيوند تاعي لي مورسو تاعي في الوسط ندير كامل صاير داير هذوك لي بولات تاعي ومن بعد لي شامبينيون هكا نزربحهم نديرو شويه نتاع اللوز الا كان عندك باه يجيني فريمون ان بلا كومبلي نتاع نتاع المحمر ونديرو هكا شويه نتاع اللوز الا كان عندك هكا الاخت باه تعرف لا ديفيرونس بين اللحم المحمر وتعرف لا ديفيرونس بين الشي وهذاك المحمر يجي فيه اون صوص تكون بيان اونكتيوز الاخ ياسين قال لي اسكو ستادير تستقبلي الرجاع عبر الرقم اللي قلت له سي نورمال هادي سي فري سي اون ايميسيون نتاع النساء بصح كاين تانيك كاين تانيك فاطمه الزهراء كاين تانيك الرجال اللي هما يحبوا اللي يحبوا الطبخ نقول هذا للسيد ان شاء الله اللي تصل نقول له عاود الاتصال احتانيك هو بالك بالك يفيدنا بكاش معلومه ويقول لي تانيك نقول لك حاجه اخ ياسين بلي الطباخين ماهرين هما رجال دائما ارقامنا الهاتفيه لكل من يود التواصل مع السيده هدى ارقامنا الهاتفيه 048 41 17 17 048 41 18 18 الوغ دروك شنو غادي نديرو دروك غادي نديرو اللحم مفور تانيك غادي يجي تانيك يجي حاجه تانيك تجي شابه وحتى تانيك صديق اون فا ان تي بو ايفيتي لو غرا هل هناك اتصال ياسين؟ اتصال قدام نروحوا للحم المفور صديق اللي ما سياش هذا اللحم اللي نفور ان شاء الله يسيه بون هنا ش عندنا عندنا دي مورسو تاعنا تاع اللحم داكوغ انا دي مورسو تاع لا فيوند عندنا شويه نفادير شويه تاع لا مارغارين سورتو صديق الا كان دائما نقولها ونعاودها الا كان ميدم بزاف في هذه الكيفيه صديق اون فا ايفيتي كومبليتمون لا مارغارين الوغ عندنا اللحم عندنا شويه تاع لا مارغارين عندنا من 4 حتى ل 5 سنينات نتاع الثوم عندنا شويه قصبر شويه تاع المعدنوس شويه تاع لا موتارد بالنسبه للتوابل عندنا وعندنا الزعتره الزعتره ثاني تعطي واحد واحد لو غو وستادير الفا اسيدولي ان تي بو هذاك لو غرا اللي في اللحم عندنا شويه تاع الزعتره بالنسبه للتوابل عندنا الملح الفلفل الكحل شويه تاع الكمون وعندنا شويه نتاع راس الحانوت هل هناك اتصال ياسين ما كاش اتصال بون نعاودوا كيف نديروا هذا اللحم المفور الو عندنا اللحم شويه نتاع لا مارغارين عندنا من 4 حتى ل 5 سنينات نتاع الثوم شويه نتاع القزبر شويه نتاع المعدنوس شويه نتاع لا موتارد الزعتره الملح الفلفل الكحل الكمون وشويه نتاع راس الحانوت الو كيف نخدموا هذا 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 اللحم تاعنا الوغ هنا غادي نحكموا هذوك السنينات نتاع الثوم من 4 حتى ل 5 سنينات نتاع الثوم اون فال لي غابي الوغ نديروا معاهم شويه نتاع الموتارد صادير من غير فان تاع الموتارد دائما نقول لكم صادير الكميات حسب لي مورسو تاعكم تاع اللحم الوغ عندنا الثوم نديرو مغرفة الثوم قلت لكم من 4 حتى ل 5 سنينات نتاع الثوم نديرو مغرفة نتاع لا موتارد ونديرو الزعتره نخلطهم استادير الزعتره تكون فخاشه ما تكونش من يابسه تكون استادير نحاولوا نشروها جديده وكي شغل غادي نحكوها مليح نديرو معاها القزبر المعدنوس شويه نتاع الزيت مع شويه نتاع الدهان ونديرو لي زيبيس تاعنا لي زيبيس هما قلت لكم عندنا الملح الفلفل الكحل الكمون وراس الحانوت هادو كاع غادي نخلطوهم مليح اون فا بيان لي ميلونجي دائما هذا اللحم صديق ماشي غير نخدموه كي شغل يروح يطيب لا هادي باسكو سي اون مارينات حنا اش غادي نديرو هذيك لا مارينات اللي درناها
الو غادي نحكم هذوك المغصون تاع اللحم وغادي نمسحوهم مليح صديق ندخلو مليح هذيك لا ماريناد في داك اللحم. من بعد غادي ندير بابيي فين ونخليها ترتاح. كيما ترتاحش زعما كهنايا كيما ترتاحش ترتاح 2 اور صديق من زوج سوايع للفوق توجور نخمم في الليل نديرها في الليل بها الصباح نديرها او بو دو 2 اور حتى ل 2 اور ودمي شا غادي نديرو. الوغ نحكمو البابيي فيلم نحكمو دو بابيي فيلم نحطوه نديرو هادوك لي مورسو تاعنا نتاع اللحم ستادير ماشي كاع الكميه نتاع اللحم اللي درتها غادي نديرها في ستادير غادي نديرو الا درنا باغيزوم 6 مورسو نتاع اللحم 6 طراف نتاع اللحم كل زوج طراف نديروها وحدها. الوغ اون فوا كو بات هذاك اللحم في هذوك التوابل الوغ نفرش هذوك لو بابي فيل ندير هذوك لي مورسون تاع اللحم كي شغل نغلفهم مليح في هذاك البابي فين نغلفهم بيان كوم الفو كي شغل غادي جو في تو كوفغيغ. من بعد نعاود نديرهم في الالومنيوم نعاود كلشي نغلفه في الالومنيوم ونكون موجده الكسكاس تاعي نكون موجده الكسكاس بيان سور والما نزيد شويه باسكو مادام هي فور وانا عيني راهي على الماء ومن بعد نعاود نغم كلشي بالالومنيوم وندير هذاك الغطا ونخلي هذاك اللحم تاعي فور في غرده. هنا ما غاديش نقص الغاز هنا غادي نخليه يطيب عادي في مويان الوغ بيان سور وساعه ساعه نعر هذاك هذاك اللحم. دائما نقول لك حسب العياده تاعك هو عنده من ساعه ونص حتى 3 سوايع كي تقولي 3 سوايع راه يجيك بزاف بصح انت ساسبي اللحم تاعك الا كانت الا كان اللحم طري ومليح صديق او بو دو ساعه ونص راه عندك اللحم تاعك راه واجد. ومن بعد بيان سور غادي نحل هذاك 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 الالومنيوم تاعي وهذاك لو بابي فين غادي نجبر كوم ان جو فيها الوغ تماك غادي نحط هذاك جي في ديسبوزي هذوك لي مورسو تاعو تاع اللحم وحتى انا توجور جو فو دي اكومباني هذوك لي فيوند افيك دو ري مع سورتو الخضره اللي تكون اون فوره. ان شاء الله اللي ما سياش هذا النوع تاع اللحم مفور ان شاء الله يسيه ونهار الاحد ان شاء الله يرد لي الخبر. دائما ارقامنا الهاتفيه لكل من يود التواصل مع السيده هدى 0 48 41 17 17 0 48 41 18 18. هل هناك سؤال يا فاطمه الزهراء؟ ماهمش كاع معايا في لاباج وانا هادي اللي شويه غادي تزعفني منهم لي فان تاعين تاع لاباج تاعي ماكمش قاعد تواجبوا معايا ماكمش تطرحوا لي اسئله صديق انا به نعرف شخصكم واش ما خصكمش. وهنا نعاود نذكر باسكو قلت على المحمر دروك انا غادي نقول هنا على الشي الوغ الشي لا ديفيرونس مع المحمر هنا الشي اش غادي نديرو غادي نحكمو لا كوكوط تاعنا غادي نديرو لي مورسون تاع اللحم تاعنا ونديرو بون غادي نكيلو صديق بيفهمو بزاف غادي نديرو كاس تاع لاتاي تاع الماء ان فيغ اتاي تاع الماء ونديرو شويه نتاع الملح تاعنا ونديرو شويه غير شويه بون دائما الا كان مشحم ما ديريش الزيت ما ديري فيه والو نديرو غير هذاك الماء تاعنا شويه نتاع الملح ما كاش مزيت نديرو شويه نتاع الدهن ولا شويه نتاع الزيت نبلع هذيك لا كوكوط تاعي ندير لها لو سيفل تاعي وهنايا نقتلها كومبليتمون كاع نقتلها ستادير فو مور ونخليها غير في غدها الطيب وساعه ساعه كما قلت لكم في الكيفيه الاولى نحرك جوست غير باليدين تاعي باه نشوف اسكو جوست هكا نحرك شويه او بو دو نورمالمون ساعه غير ربع حتى لساعه اللحم تاعي راه واجد ما فيش صادير فيه جوست هذاك الجو هذاك كما قالت لك فاطمه الزهراء علمتني كلمه اليوم يجي معسل. هل هناك سؤال فاطمه الزهراء؟ كاش قالت لك انه اليقين راني معاك فيتي وفيتي. شكرا حبيبتي شكرا كي سموها؟ نور اليقين. نور اليقين شكرا حبيبتي. الاخت اللي اتصلت على الخط الداخلي وقالت لي عاودي لي الدوران تاع ام سجود على حساب ام سجود شا قالت لنا الدواره قطعتها ودارت معاها صديق الا نغلط ام سجود عاودي تعيط نهار الاحد ان شاء الله وقولي لهم كيف درتيها. نورمالمون قالت دارت فيها التوابل ودارت فيها الثوم ودارت فيها 4 حبات نتاع البصل دارتهم شرائح على ما اظن
ان شاء الله ام سجود راها تسمع. قالت لنا ما درتش فيها الماء ياك فاطمه الزهراء، قالت لك وبلعتها في لا كوكوت وخليتها طابت. ان شاء الله ما نكونش من كلش غالطه، وان شاء الله ام سجود تعاودي تعيطي نهار الحد وتعطيهم الطريقه نتاع الدوره تاعك ان شاء الله. ان شاء الله الكيفيات اللي جبتهم اليوم ان شاء الله نالوا اعجابكم. نقول لكم دائما عيد سعيد يا ربي، ان شاء الله يدخل عليكم بالفرحه. تحياتي الخالصه لعائله بالشارف، بالشارف نادر اللي جاب الباك افيك مونسيون، تحياتي لك ولدي بالشارف نادر مع الراجدي جواد. ما ننساش تاني الكتكوت الصغير، الكتكوت الصغير قدام نروح هناك اتصال ياسين، ندو الاخر اتصال. الو صباح الخير. صباح الخير ماما هدى، صحة عيدك. كي راكي ميما؟ كي راكي دايرة؟ صحة عيدك. والله غير لاباس انتيا، لاباس عليك عيدك لاباس؟ عيدنا غاية. وانتيا كي عيدتي؟ والله غير لاباس، محمد ربي عيدنا حالة. يا ربي الحمد لله، قبل كل عام ان شاء الله. الحمد لله. ما واه تفضلي. بغيت ندير الكلاصاج مخبز، بغيت ندير الكلاصاج في الكرونه، صافي مش ملزم اللي نديرو باه يخرج لي الكرونه. هذاك شوفي هذاك لو كرونه، هاد شوفي كاع لي كولوغ راهم 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 كاينين، ستادير لو كرونه سي ان تو بو لو بوردو، ستادير راهم متواجدين، لو كانوا دوري في الاسواق ستادير راهم كاينين، ستادير نخاف نعطيك وانتيا ما تخرجيهوليش، تخرج لك ان كولور فونسي ولا ان كولور كليغ، سوا من بعد باش تكون عندك الرقم تاعي الشخصي تعيطي لي من بعد العشره، سينو غادي تجبريه في الاسواق كاع لي كولور. الوغ قدام لابيل قلت بالشارف نادر اللي جاب سون باكالوريا افيك بريو بالبركه عليك ولدي بالشارف نادر، راجدي جواد والكتكوت الصغير فاروق اللي عيط لي توجور هدى كويزين هدى كويزين. الوغ فاروق ولدي نقول لك عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بخير ان شاء الله. تحياتي لكل السيدات منهم السيده الزرقاء بالعباسي من الربيحيه، شكرا حبيبتي، شكرا على المحبه تاعكم كامل. لكل متربسات التوعي، لكل السيدات راكم تشجعوني من قريب ولا من بعيد، شكرا جزيلا. نشكر فاطمه الزهراء اللي كانت معايا على الـ في الاستديو مباشره. تحياتي لكل متتبعي لاباج تاعي العائله محصر. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله.